تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2018 بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات العملياتية بين القوات الجوية للدول المشاركة التي تحاكي طبيعة الحرب الجوية. هذا وقد وصلت اليوم مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين بأطقمها الجوية والفنية إلى قاعدة الضفرة الجوية. وأكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن حسين الشهراني أن هذه المشاركة ليست الأولى للقوات الجوية في المركز الحربي الجوي الصاروخي، حيث يعد من التمارين المتقدمة على مستوى مثيلاتها في العالم، مبينا أن هناك دولا متقدمة تشارك في التمرين.